ميشي، مرحبا بكم في القناة تاعكم. اليوم راح نحكي لكم على لا كريم نتاع اسفير. ريحوا معايا حتى لا فان تاع لا فيديو، وما تنساوش تشتركوا معايا في الانستغرام. ومرحبا بالجميع. ليسونسيالي في راح نروحوا ديريكتومون لو سوجي. لو سوجي تاعنا اليوم راح نحكيو على اسفير. اليوم راح نحكيو على لا كريم نتاع اسفير نتاع بالبيبرال. خوتاتي هاد لا كريم كنت هدرت عليها ديجا من قبل، ولكن راهم يجوني تساؤلات بزاف في لي كومونتير. يكتبوا لي احلام عندنا مشكل فوق العين، راهي تقراطينا يعني تحكنا، وكذلك ديرنا القشرة، وكذلك في لو كونتور دي زو يعني ينشف لهم. لا كريم هادي سبيسيال خواتاتي لي بوبيير، يعني خاصة للجفون، يعني لا بارتي اللي تجي فوق العين، هذيك لا بارتي اللي تتحرك. كاع اللي عندها مشكل في هاد لا بارتي تدخل لا فيديو باش نحكيو عليها. بالنسبة لهاد لا بارتي ثاني كما نساوهاش ما نساوهاش، وداروا لها لي برودوي تاعها. كاين بنات يجيو يقولوا لي احلام لو كونتور دي زيو حنا نستعملوه فوق الجفن تاعنا باسكو راه عندنا كيما نقولوا جفاف. صراحه بالنسبه لو كونتور دي زيو كنت هدرت عليه، وراح نحط لكم فيديو انفام، راح نحط لكم فوتو هنا باش نوري لكم واش هو لو كونتور دي زيو، يعني ما حول العين واش هو اللي يديروا له دي كريم سبيسيال لهاد لا بارتي، خصوصا اللي تبان فيها التجاعيد. اما بالنسبه للجفن خواتاتي ولا لي بوبيير، عندهم دي كريم سبيسيال. هنا في الجزائر ما عندناش لي شوا بزاف، ولكن كاين بزاف تاع لي كريم يوالمو هذيك لا بارتي نتاع الجفن، يعني ماشي اي نوع من كريم نحطوها فوق الجفن، لانه هذيك لا بارتي بزاف سنسيبل. هاد الماركه خصصت لنا اس فيغ نتاع فيها بزاف تاع لي كريم، ولكن هذه خاصه للجفون ولا كيما نقولوا لي بوبيير. هنا كيما راكو تشوفوا فوالا واش راهم كاتبين لنا خواتاتي، كريم ابيزونت مهدئه، اونتي غراتاج يعني ضد الحكه، و بوبيير ايريتي يعني لي بوبيير اللي يكونوا ناشفين ويكونوا كيما نقولوا فيهم القشره اكسترا اكسترا. دونك هذه خواتاتي توالم بزاف، جايه مرطبه، ترطب لنا هذيك لا بارتي اللي فوق العين، وكذلك نقدروا نستعملوها كيما كونتور دي زيو. الاستعمال تاعها يكون خطره مره يعني الصباح، ومره في العشيه، مرتين في النهار فقط، ما تستعملوهاش بليس كو سا، تستعملوها مرتين فقط. كنت شفت في لاباج تاعهم تاع اسفير، كنت شفت انا في الاول كي شريتها كنت نستعملها برك للجفون، وسقسيتهم في لاباج تاعهم في الانستغرام بلوتو، سقسيتهم قلت لهم اسكو هاد لا كريم نستعملوها كيما كونتور دي زيو، وشرحوا لي، داروا لي شرح مفصل، قالوا لي هاد لا كريم نستعملوها. لو كان دخلوا تلقاو الكومونتير تاعي في الانستغرام، قالوا لي هاد لا كريم خواتاتي نستعملوها لي بوبيير، وكذلك نقدروا نستعملوها في لو كونتور دي زيو. دونك هادي ننصحكم بها خواتاتي اللي عندها هاد المشكل. انا كان عندي مشكل الجفاف، يعني ما عنديش مشكل الكراطاج، ولكن عندي الجفاف بزاف فوق العين وتحت العين وفي كامل لو فيزاج تاعي، ولكن هذه كنت نستعملها فقط للجفون وعطاتني نتيجه بزاف مليحه. كاع اللي راهم يسقسوني احلام واش نديرو للجفون تاعنا، ننصحكم بهذه. هذه تقدروا تشريوها تستعملوها يعني دو زون، يعني لما تقدرش تشري كونتور دي زيو وحده تستعمل هذه وديرها فوق الجفون تاعها. هذه ماشي اونتي غيد ولا، ولكن مرطبه، تنحي لكم كاع الجفاف اللي يكون عندكم في الكونتور دي زيو وكذلك في الجفون يعني لي بوبيير. فوالا الغزالات تاعي. لو بري تاعها ماشي غالي، على ما اظن يكون 140000 ولا 120000، ولا ما شفت على لو بري. لو كان ترجعوا لا فيديو نتاع لي برودوي اس فيغ راح تلقاوها، باسكو هدرت عليها ديجا من قبل، وتلقاو لو بري تاعها. ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم، وان شاء الله تستفادوا منها، وان شاء الله اللي راه عندها هذا المشكل ان شاء الله ربي يشفيها. اوفروا روحكم الغزالات تاعي. على بروشين فيديو ان شاء الله تبقوا على خير.